وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب قائد غرفة عمليات فتح حلب الرائد ياسر عبد الرحيم. بعد الترحيب بك سيادة الرائد، أولا ما هي آخر التطورات الميدانية في معركة كسر الحصار عن حلب، وما هي نتائج غزوة إبراهيم اليوسف التي أطلقتها جبهة فتح الشام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك تطورات كبيره الحمد لله رب العالمين. في المرحله الرابعه استطاعوا الثوار السيطره على عده نقاط، منها تله الجمعيات، تله المحروقات، وكذلك قريه العامري، واستعاد كافه النقاط التي خسروها سابقا، والتقدم باتجاه تله شرفه، واحكام السيطره من الجهه الغربيه وكذلك الجهه الجنبيه لكليه مدفعيه الميدان. والان الثوار على اطراف هذه الكليه، وان شاء الله رب العالمين سيتم تحرير كليه مدفعيه الميدان والتسليح والفنيه الجويه والوصول لاهلنا في مدينه حلب. ولكن في ظل هذه الظروف يقوم النظام الروسي والاسدي بتكثيف الطائرات وقصف اهلنا المدنيين في مدينه حلب. هم ينتقمون من المجاهدين ومن انجازاتهم بقصف المدنيين. عدة مجازر في مدينة حلب ارتكبها الطيران في حي المرجي والصالحين، وكذلك مدينة الأتارب. الطيران الروسي لا يفارق الأجواء مدينة حلب، ينتقم من المدنيين، ولكن الثوار عزموا على استمرار وتحرير مدينة حلب بالكامل بإذن رب العالمين. نشكر كل أهلنا الصامدين الصابرين في مدينة حلب على وقوفهم الجبار مع الثوار ودعمهم لهم. إن شاء الله رب العالمين النصر قادم بثبات المجاهدين، ان شاء الله رب العالمين قادمون ان شاء الله باتجاه حلب. طيب يعني حضرة الرائد، هل حققت المراحل الثلاثة من معركة فك الحصار عن حلب الأهداف المرجوة منها حتى الآن؟ حتى الآن طبعا هناك تقدمات واضحة، لم يبقى أمامنا سوى معمل الشيخ سعيد وكذلك مدفعية الميدان وتجمع الكليات، ولكن نحن ننظر إلى أن هناك خذلان للثورة السورية وخصوصا في حلب. كافة الجبهات باردة، ندعو إلى كافة الجبهات بالجنوب وكذلك دمشق وحماة لإشعال الجبهات. ليست ثورة لمدينة حلب الأبطال، نرجو من كافة المحافظات إشعال الجبهة لكي يخف علينا الضغط في مدينة حلب، نستطيع الوصول بشكل أسرع وتحقيق إنجازات. نعم. الضغط كبير على حلب، لذلك التقدم بطيء، ولكن بإذن الله سنتقدم لنصرة أهلنا في حلب. ندعوهم بالثبات والدعاء لنا لكي يتقدموا إن شاء الله. نعم. طيب بالنسبة للمدنيين في المناطق التي تسيطرون عليها، كيف يتم التعامل معهم؟ كافة الفصائل تقدم الحماية لأهلنا المدنيين، هم أهلنا، خرجنا لحمايتهم، وإن شاء الله رب العالمين سنقدم لهم كافة العمل. قدمنا في مشروع 1070 شقة كافة الخدمات وإخلاءهم بشكل آمن، ولكن هذا النظام ينتقم من المدنيين بضرب المشافي ويدمر كل ما هو إنساني. النظام فاشل في كل ما تعني الكلمة، ولكن الثوار يحملون الإنسانية بحماية أهلنا، لن ندع أهلنا وسنقدم لهم الحماية الكاملة. نعم، شكرا لك الرائد ياسر عبد الرحيم قائد غرفة عمليات فتح حلب.